استاذ الصراحه يعني احنا اول ما رجعنا لي جاي قلت لك تفكر اول شيء فرحان انت رجعت لديرتك ولمنطقتك يعني يعني ماكو ما تشوف ديره يعني خراب يعني كل ما ينصح شويه شهر شهر رد انتك 6 شهور 7 العائله سلمت الحمد لله قدرت يعني انقذهم واطلعهم من هاي الشغله مال شغله داعش وما انجرف احد ويا داعش من العرب يعني ومن البيوت يعني يعني ما مرتاح نفسيتك ما مرتاحه يعني ما زول عندك مريض بالبيت ومعايشك يعني شغله اي 18 سنه ولو عندك ماده يعني تصرف عليه تقدر تطلع خارج تقدر 3 سنوات تهجير ومصرف وايجار وش اسمه ما عنده شيء يعني منظمة دولية اي فقالهم جاي يسجل العوائل اللي تعبانة امورها اللي ما عنده شو اسمه قلت اكو بيهم مثلا يطلع اسمهم نوبة واحدة اكو مرتين اكو يستلم 3 مرات انا قلت لك من يعني العلاجات هذا وش اسمه يعني جاي استغرب من العالم وجاي اروح اجيب العلاجات فافتح لي محل مال بايسكلات يعطيني الرجال مثلا اذا اكو شغل زين يعطيني 150 بالشهر. فهاي الحاله الماديه اللي يعني تعبان هم جوا الصفر مو اقول لك صفر تحت الصفر يعني. يعني رواتب اللي ما عندهم يشوفون هاي الحالات يعني الشعب او الحكومه او الدول مثلا شوف وضعيه العراق يعني شنو الوضعيه مال العراق.